آلاف المسلمين يغادرون مجددا العاصمة بنغي باتجاه حدود إفريقيا الوسطى ماكات، وبسبب مرورهم بمناطق تسيطر عليها جماعة أنتي بلك المسيحية، يقوم الجيش التشادي بمرافقة هؤلاء المغادرين بهدف توفير الحماية الأمنية لهم ضد أي هجمات محتملة قد تقوم بها جماعة أنتي بلك. وبعد قطع مسافة 4 كيلومترات فقط من هذه الرحلة التي يبلغ مداها نحو 600 كيلومتر، بدأت الاشتباكات بين مسلحي أنتي بلك والقوات التشادية، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، رغم أن القافلة تضم أطفالا ونساء وشيوخا. 7 جرحى مدنيين وعسكريين وقتيل واحد تم إحصاؤهم عند توقف القافلة لإسعاف الجرحى بعد أن تم قطع مسافة 30 كيلومترا من الرحلة. الإصابة من هنا، دخلت الرصاصة من العنق وخرجت من هذه الجهة، إصابتها بليغة. رغم بيانات القوات الفرنسية والإفريقية بنزع سلاح المسلحين وتوفير الأمن للسكان، إلا أن معاناة المدنيين من آثار الصراع ما تزال مستمرة. هنا في الطريق العام انتظر مئات المسلمين، معظمهم من قبيلة الفلاتة، الجيش التشادي ليساعدهم على المغادرة صوب أي منطقة أخرى أكثر أمنا. ينادي الواقفون هنا بصوت عال بالحاجة إلى المساعدة، لكن القافلة هنا لم تتمكن من التوقف لتلبية هذا النداء. كلما الكونفوي مرق 50 كيلومتر من المدينة، البلكة بيضربوه، إذا رد له بس أنتم بنفسكم الصحافة بتقوموا بتقول النزل ضربوا المواطنين وكده، عشان ده الناس ما بتقدر تكون عشان تطلع برا وتنقل الشاوى الباقين في الكرة. من العاصمة بنغي ولنحو 300 كيلومتر غادر معظم السكان المسلمين قراهم بسبب هجمات المسلحين. نقل الجيش التشادي نحو 30,000 من المسلمين عبر هذا الطريق، كما سافر إلى تشاد منذ اشتعال الأزمة في إفريقيا الوسطى نحو 60,000 من المسلمين. فضل عبد الرزاق، الجزيرة، ديكوا، إفريقيا الوسطى.